شوفوا نحن وين حصريا قبل ايام عيد الاضحى المبارك، لاقول لكم بعض العبارات بمناسبه حلول شهر عيد الاضحى المبارك، اعاده عليكم وعلى المسلمين جميعا بالخير والبركات. عبارات عن عيد الاضحى المبارك: العيد في السنة مرتين، لكن في الكون ما فيش زيك اتنين. حاولت أصابك الناس وأرسل لك وأنت بخير، يا مشعل الرقة والإحساس. كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وحائف أعمالك بالحسنات أثقل. حالات العيد شوفتكم، حالات نلتقي معكم، عساكم دوم عواده وأسعد ناس بأعياده. كما نرى عيد الأضحى قريبا إن شاء الله نهار الأحد، نتمنى إلى المسلمين جميعا قضاء أيام عيد، وعلى الحجاج الكرام العودة إلى منازلهم وإلى مناطقهم بأمانة وسلام. حج مبرور وسعي مشكور نتمناه لجميع الحجاج الذين يستمتعون برؤية الكعبة ومكة المكرمة. الحج مهم جدا في هذا العيد المبارك. تقبل الله منا ومنكم وجعلنا مما ينظر إليهم الرحمن فيقول: اذهبوا مغفور لكم وعيدكم أيضا. من عادة العيد أن الناس تفرح فيه، لكن أنت عكس الناس، العيد يفرح فيك. أوكي، أنا ذوان معنا وافز الحجيج وأطلالة يوم العيد، أقول لك عيد أضحى سعيد وعمر مديد. لم أستطع أن أقولها لأحد قبلك، لا نفسي ولا قلبي طوعوني، حبيت إنك أول من يسمعها. عيد مبارك، عيد أضحى مبارك. بنشوفوا نحن وين، نبيع حدارة عبر اليوتيوب. نتمنى لكم قضاء عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. نبيع حدارة، شوفوا نحن وين عبر اليوتيوب.